معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، مرحبا بك. إذا بعد قتل المستوطنة وإصابة اثنين آخرين بانفجار قرب مستوطنة دوليف، هل من معلومات أكثر بشأن هذا الحادث؟ نعم، بالتزامن مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد المغتصبين الصهاينة، اليوم أصبحت الضفة الغربية وغزة والداخل والشتات على عملية وصفها الجمهور الفلسطيني بأنها مثلجة للصدور، حيث أنها نوعية واستراتيجية جديدة لدى المقاومة الفلسطينية تجددت منذ آخر عملية كانت عبر التفجير عن بعد وعبر الهاتف في 2012 على يد المقاوم الأسير أحمد موسى الذي فجر حافلة في تل أبيب انتقاما للحرب على غزة. هذا اليوم الاحتلال الإسرائيلي تخبط كثيرا، قتيلة وجرحى في هذه العملية، يعني أن هناك تخطيط وعبوة كبيرة وعبوة قاتلة الذي قام بهذه العملية. الاحتلال يتهمهم بأنهم عبارة عن خلية منظمة، أعمال التمطيط وأعمال البحث واسعة في كل أنحاء رام الله، الحواجز العسكرية مشددة جدا في الضفة الغربية، حالة من الاستنفار الأمني، سحب كاميرات وأرشيف الكاميرات لدى الكثير من المداخل والبقالات والمحال التجارية. حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يتكتم عن نتائج التحقيق ويتكتم عن الظروف المحيطة بالعملية التي وقعت قرب مستوطنة دوليف المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله بالقرب من قريتي الجانية وراس كركر. هذه المنطقة محاطة بالعديد من المستوطنات، عين المياه التي انفجرت فيها العبوة هي عين فلسطينية سرقت على يد المستوطنين واغتصبت على يد المستوطنين قبل عامين. الاحتلال الإسرائيلي الآن يسير في منهجية السيطرة على عيون المياه، ومن ثم يطلق العنان للمستوطنين كي يقوموا بأعمال وطقوس وغيرها. هذا اليوم جاء في أقل من شهر بمقتل 3 إسرائيليين، حيث أن عمليات ماضية في هذا الشهر شهر آب سجل فيها قتل إسرائيليين وجرحى، أي أن المستوى الأمني والتوتر الأمني في تصاعد. ولكن الرد الصهيوني، يعني حتى الآن نتنياهو هدد عقب هذه العملية بمواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة، كيف ترى هذا التصريح؟ ربما يكون غير معهود من نتنياهو، يعني لماذا غاب الخيار العسكري أو التلويح بالرد العسكري الذي غالبا ما يذهب إليه الكيان الصهيوني في مثل هذه الحالات؟ نتنياهو هو المستوى السياسي والمخابرات لدى الاحتلال هم في ورطة الآن وفي حالة حرجة، لأنهم أقنعوا المستوطنين بأنه استوطنوا في الضفة الغربية، سنقيم لكم الاستيطان والمستوطنات وسنهيئ لكم الظروف الأمنية، وبالتالي سنتمكن من الاستيلاء على الضفة الغربية لأنها باتت في قبضتنا الأمنية. حينما تسجل العمليات في كل 3 أيام تسجل العملية، هذا يعني أنها صفعة لنتنياهو، ولذلك الآن هو يحاول تسويق ما قبل الانتخابات في ملف الاستيطان الذي هو يدغدغ مشاعر المتطرفين في إسرائيل. حينما تقول الاستيطان هو يدغدغ مشاعر أولئك الذين يريدون السيطرة على الضفة الغربية. على كل الأحوال، حينما نرى أن هناك تصريحات من نتنياهو بهذا القبيل في ظل تزايد التوتر الأمني والقتل في صفوف المستوطنين في الضفة الغربية، هذا يعني أن حالة التخبط تنعكس على الانتخابات وليس على الفعل الأمني الميداني، لأنه كل الإجراءات الأمنية وضعت في الضفة الغربية، حوادث عسكرية، أبراج عسكرية، جواسيس، كاميرات مراقبة، طائرات بدون طيار، كل هذه الإجراءات فشلت، وبالتالي نتنياهو يحاول أن يسوق بعض الكلمات لصالح المستوطنين قبل الانتخابات. إذن التوقيت الآن جيد، يعني لذلك حركات المقاومة الفلسطينية علقت أن هذه العملية جاءت ردا على جرائم الاحتلال، هل تعتقد أنها بداية جديدة للمقاومة بعمليات نوعية في الضفة التي طالما عرقل التنسيق الأمني فيها جهود المقاومة؟ أعتقد أننا أمام شهري أيلول وتشرين أول تصعيد كبير لدى المقاومة الفلسطينية الفردية على أقل تقدير، ستكون هناك موجة واضحة وتصعيد واضح من المقاومة الفلسطينية الفردية على أقل تقدير كما ذكرت، لأنه لا يمكن التكهن بالعمل التنظيمي نظرا لوجود العقدة الأمنية في الضفة الغربية، ولكن أعتقد وأتوقع مزيد من العمليات، التصعيد سيستمر وسيتصاعد في أيلول وتشرين أول، وهذا سيعيدنا إلى انتفاضة القدس عام 2015 التي
قادها الشباب الفلسطيني منفردين وغيروا في خارطة الإقليم بشكل عام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد رقيق.